حسبت باستثناء ممثلي اداره الضرائب حيث يتعين عليهم فحص الملفات المعقده ولا سيما تلك المتعلقه بمراجعه المحاسبه. ضف على ذلك قطر الطعون امام المحاكم الاداريه، ستدير الطعون شنجر عليه علاش عاودوا القانون وعاودوا التركيبه تحت اللجان، شنجر عليه علاش يعني ما هي المسببات او الاسباب انه كانت تكثر لي ركور دوفون لي تريبيونو دوفون الكونسي ديتا لي ركور دوفون يعني ديك الساعه الله اعلم اون بوفي نقدروا نطلعوا للجنه المركزيه باسكو لي بانخا ديك الساعه كيما ذاك صويره، ولكن كاين واحد المنطق مكلف بالضرائب المشتكي هنا الى مشى مباشره بعد الرفض من الاداره ومشى المحكمه الاداريه يخسر حقه في امام اللجان الطعن ما يروحش. باغ كونت الى يروح لجنه الطعن الخاصه به اكثر من 20 مليون وما تحت يروح اللجنة الولائية أكثر من 20 حتى 70 مليون يروح اللجنة الجهوية. هذا بعد ما تجيه الرفض أو الرفض لو روفي تاسيد ما يردولاش على 4 شهور، لا ما يردولاش على 4 شهور معناتها هذا يسمى رفض ضمني. لو روفي تاسيد صدق ما يردولكش على 4 شهور سوا كما كان يقول قبيله الله يعلم السي رابح مثل إدارة الضرائب سي فري بارفوا اون فيت انترفيني نو كونيسونس سيرتو لا كنت يعني بروفيسيونال يعرفوك تروح هنا يعطيك الحق ما هما ما يرفضوش باش تفوت قدام اللجنة هنا يعطيك الحق باش زعما تروح دير باسكو قبلها ما تروحش بون بوفي با سيزير افون 4 موا لو تريبيونال ادمينستراتيف Et en plus, sans l'avis de la direction ou là, le CDI, le représentant, le directeur, le chef du CDI, c'est vrai qu'il y a des relations avec le CDI ou le directeur de la direction de la ville. Parce que le chouïa pour Salahia, toi, tu as un Salahia. Ou il y a un amour, on te compte par exemple, المسؤول على مستوى الولاية بالنسبة لي الضرائب يشوفها ممثلة من طرف مدير الضرائب، يشوفها ممثلة من طرف رئيس المركز أو رئيس المراكز الجوانية يعني اللي سيدي هذه هي الحكاية. يفسر تكوين هذه الهيئات اللي جان جزئيا هذه قلناها معقدة ولا سيما تلك